وانت مالك يا زلطه اذا كانت نوره في البيت ولا لا؟ ايه بتراقبها؟ مالك يا ست سميحه واخداني على الحامي كده ليه؟ وانا غلطان انا بطمن؟ بتطمن؟ بأمارت ايه؟ بأمارت كبيره والنبي وسع على سبع جار. الا بالحق بقى فين الست نوره؟ اصل بقالي بتاع يومين كده مش شايف. احسن تكون مسافره ولا حاجه، احسن بعد الشهر تكون عيانه. لا لو عيانه قولي لي، انا مش من هنا وحاسس بغربه ونفسي اعمل لحد شوربه. اشربها واتطرق وشيل نوره يا زلطه من دماغك، وسيبك والنبي بقى من جو الشهامه اللي مش لايقه عليك دي. الخراب اللي احنا فيه ده كله من تحت راسك انت ومعلمك. والله العظيم زلمانه يا سميحه، طول ما انت حطاني في كفه واحده انا والمعلم حسني، ده مش عدل. عدل؟ مش عدل ليه؟ ما انت ماشي وراه زي ضله، وكل مصيبه انت وراه فيها. والله العظيم جبر بيجبرنا يا ست سميح، بس ربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي عامله ازاي انت والست نوره. طب طرقنا، اتكل على الله الله يسهلها. طب سلمي عليها. اتكل على الله الله يسهلها. صوره ليها بقى. يعني هي نايمه؟ طيب ولا ايه؟ هي نايمه. انا مش فاهم يا عم صالح، انت ليه مستهون بالموضوع قوي كده؟ وعايزنا نشيل هم ايه بس يا ابني؟ اذا كانت الدنيا ما تسواش جناح بعوضه. وبعدين انا مش قلت لك قبل كده ان اللي يشيل هم الدنيا يبقى عبيط؟ ماشي، بس يعني ما نقعدش نتفرج، لازم نعمل حاجه. انت ليه مش عايز تفهم؟ بلدنا دي بره الدنيا، والحكومه ما بتسالش فينا بقالها سنين، وعزام العدوي ده له في كل حته بدل الواحد 2 و10. يعني ايه؟ مفيش حد قادر عليه يعني؟ ربنا وحده اللي قادر عليه يا ابني. وبعدين انت عايزني اجيب لك البوليس لحد هنا؟ هات البوليس لحد هنا، ولو عليا انا وابراهيم هنمشي نروح اي حته. هتروحوا فندق ولا الكندا؟ يا ابني سيبك من الكلام ده وركز في اللي انت فيه. يا عم صالح انا ما رضنيش انت تاذي بسببي. بسببك؟ انت مالك؟ ده موضوع قديم، وانت تشكر انك وقفت له. انت اللي تشكر على اللي عملته معانا، وانا عمري ما انسى وقفتك جنبي. بس دلوقتي انا عايز اطمن عليك. دلوقتي لو عطيه جه بعد المده ولقيت جوه البيت، ايه اللي هيحصل؟ لا يحيق المكر السيء الا باهله. انت دماغك ناشفه كده ليه؟ يعني ايه يا عم صالح؟ هنفضل قاعدين مستنيين نتفرج عليه وهو داخل علينا؟ ازاي يعني؟ يا ابني اللي هو هيعمله واللي احنا هنعمله قدر ربنا. اللي هيحصل سواء احنا بمزاجنا او غصب عننا هيحصل. المكتوب مفيش منه مهروب يا سليم، يبقى نشغل قلبنا وعقلنا باللي ملناش فيه ليه. ركز في اللي بتعمله وسيب بعدين لبعدين. يا جدعان الناس ملمومه كده ليه؟ خد يالا. انت حسين البرعي؟ هو مرة باشا. يلا يلا يلا. ايه يلا يلا؟ ايه؟ طب يا باشا، يا باشا دول ما فتشتنيش. يا باشا انت ما فتشتنيش يا عم. ايه يا عم؟ يا عم اهدى على نفسك يا عم. بقول ايه يا معالي الباشا؟ لا مؤاخذة، الواد ده واخدينه ليه؟ خليك في حالك يا عم حسني. بس لا مؤاخذة يا باشا، الواد ده حبيبي ونفسي اطمن عليه. وحبيبك يا اخويا هو اللي سرق حاجات ابراهيم السني، وفي 4 شهود على الكلام ده، والنيابة امرانا بظبطه. معقول يا باشا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يلا الدنيا جرى فيها هي يا جدعان. يلا يلا ما اشوفش واحد واقف. معلم يا معلم، بالله عليك ما تسيبنا يا معلم. يا معلم الحقنا وحات امك. اقص عليك يا دنيا، بقى الواد الواطي ده يعمل كده في ابن حتته؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يفك كربك يا ابراهيم وترجع لنا بالسلامة يا أخويا. يا رب. بحول الله. دنيا كله فاني. أنت بس مستغربة عشان لسه عارفه من قريب. بس أنا متعودة منه على كده. الدنيا تتشال وتتهد وهو ولا كأن في حاجة. يا بس كده مش صح يا هدى. كده بيأذي نفسه. ياما قلت له والله، بس مفيش فايدة. هو متعود من عطية على كده. الغريبة بقى المرة دي حكاية الجواز. غريبة بصراحة. مش غريب ولا حاجة. بعدين انت اي راجل يشوفك اكيد هيفكر ان هو يتقدم لك او يتجوزك. ما قلتليش بقى هتعمل ايه بالفيديو اللي معاك؟ مع اني ما تعودتش اقول لحد اللي هعمله، بس هقول لك انت يا ستي. ايوه سميح، انت
طمنيني ايه الاخبار؟ بجد؟ خلاص مسكوه؟ مسكوه امتى؟ طب يا سميحة انا هكلمك تاني، يا سميحة هكلمك. انت كريم يا رب. الو. ايوه زناتي. بص يا ابني، الهبهبة بتاعتك دي مش هتنفعك بحاجة. انا عندي 4 شهود بيقولوا ان انتك سرقت العهدة. في واحد شافك وانت داخل المستشفى، والتاني انت قلت له. في عمال كتير في المستشفى، لو واحد فيهم شهد ان شافك كده بقى موقفك هيبقى صعب قوي. ده غير المحلات اللي بره المستشفى. انا ممكن اجيب الكاميرات واشوف بقى الشرايط بتاعتها واعرف انت دخلت في اليوم ده ولا لا. احسن حاجه عشان تريح نفسك وتريحني تقول لي ايه اللي حصل بالظبط وتيجي معايا سكه. احكي لك يا باشا على كل حاجه. وما دام حسن الضبع ناوي يجي على سكتي خليه يستحمل اذيتي. وانت بقى مطمن لفريده دي قوي كده؟ طبعا مطمن لها اكتر من نفسي كمان. للدرجه دي؟ ست ما تعرفيش يا ولد، انا فريده دي الوحيده اللي حبيتها في حياتي وهي كمان بتحبني. مستني بس ربنا يكرمني كده ونطلع من المصيبه اللي احنا فيها، احاول نرجع تاني زي الاول. بس انت ما تعرفيش بعد اللي عملته معايا ده كبرت جوه قلبي ازاي. لولاها كانت الدنيا راحت في 60 داهية. وعلى فكره انت كمان جدعه وعملت معايا واجب كبير قوي. اشكي ربنا يكرمك ان شاء الله يرزقك بحد جدع يحبك وتحبيه. بس المره دي بعريس بجد، مش كده وكده زي ما احنا عملنا. يا ابراهيم وقفت المخبرين دي واقف كده ليه؟ يا باشا لا مؤاخذه، انا اعمل كده ليه؟ ابراهيم ده حبيبي وصاحبي وابن عدتي، لا يمكن اذيه ابدا. انا اللي بسالك يا حسني، تفسر بايه الكلام اللي قاله زلطه؟ هو نفس الكلام اللي قاله ابراهيم. الله اعلم يا باشا، بس يمكن يعني ابراهيم لما اتزنق وحب ينجد نفسه قال الكلمتين دول، والواد زلطه لما عرف الكلمتين دول قالهم هم وارد برضه. يا سلام. يا باشا لا مؤاخذه، في مثل بيقول الحرامي بشيلته. في شهود عند حضرتك تثبت الكلام ده؟ انا تحت امرك. وانت مش كان ليك عنده فلوس؟ طب ليه بس الاحراج ده يا باشا؟ ما تخلي الطبق مستور. هو زنق في قرشين كده واديتهم له، بس سددهم. سددهم؟ على داير مليم، انا حقي خدته كاملا. بس الاذيه ليها 1000 باب يا باشا، انا اذيه ليه؟ في حاجه تانيه عايز تضيفها يا حسني؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا في اللي ظلم الراجل الغلبان ده وبهدله هو وعيلته بالشكل ده. ربنا ينتقم منه. بس بقول لك يا باشا، انتوا ناويين تعملوا ايه مع ابراهيم؟ براءة مش كده؟ الله اعلم. ربنا يستر. ايوه زناتي. مبروك يا نجم، ولا نقول كفاره؟ اظن انا كده عملت اللي عليا. زلطه لبس والنيابه شالت اسمك من القضيه خلاص. انا الاوان بقى شبح انت كمان تعمل اللي عليك. عروستنا الحلوه تروح على بيت جوزها. ها جاهز تنفذ الليله؟ جاهز. اجيبهولك فين وامتى؟ بس اعمل حسابك. سلمني اختي في حضني هسلمك سليم، مش هحط صباعي تحت ضرسك. سلمت صباعك يا حبيبي. اسمعني كده بقى كويس عشان اقولك هنعمل ايه. ولو على عروسه سلمها لك، بس اعمل حسابك. مش زنات اللي اتكلت على قفاه، يعني أي دقة نقص أعرف أجيبك أنت وهي حتى لو في بطن أمك. عارف يا زناتي، وشفت أنت عملت إيه في الظابط اللي قد الدنيا، يا مالك أنا بقى هتعمل فيا إيه؟ ما تخافش يا زناتي، أنا عارف مصلحتي فين. بس أنت قول لي بس عايز نعمل إيه بالظبط. طيب معلش يا حبيبتي، مش انا نبهتك قبل كده؟ انا ما حسيتش بنفسي.
أنا كمان غصب عني. أنا أول مرة أحس الإحساس ده في حياتي. آه يا حبيبتي، أول مرة. كبرت يا هدى وبقى في أول مرة، بس أكيد مش هتبقى آخر مرة. استهدي بالله بقى، لحسن والله أجوزك الواد اللي اسمه عطية ده، وتبقوا أنتوا الاتنين عقاب لبعض. بقى أنا عقاب يا عم صالح؟ آه طبعاً، بس أحلى وأجمل عقاب في الدنيا. حضرتك ناوي تعمل إيه معايا؟ من يتوكل على الله فهو حسبه. سيبيها لله يا بنتي، لعل الله هيحدث بعد ذلك أمرا. شفت؟ عشان ما كنتش مصدقني. أنا برضه على فكرة لسه مش مصدق. مستحيل يا ابني إنجي تعمل كده. آه يا تامر، إنجي بتخوني بعد كل اللي عملته علشانها؟ يا ابني استهدى بالله كده وفهمني بشويش، اللي مخليك متأكد يا شادي من كلامك العجيب ده؟ ما يمكن يا ابن الحلال تكون غلطان تاني يا تامر. ما هي بصراحة حاجة ما تخشش العقل يا أخي. مراتك بنت الناس المحترمة اللي انت قاعد لها صوابعك العشر ومولع لها في نفسك ليل ونهار، هتخونك؟ صدقني الحوار ده فيه سوء تفاهم. اه يا تامر، هي اللي قالت لي بنفسها. قالت لك ايه؟ لما الشك كان هيموتني مسكت تليفونها وقلبت في مسنجات الفيسبوك، لقيت كلام بينها وبين الواد اللي هي مصاحبه. واجهتها بالكلام ده؟ ردت عليها بمنتهى البرود، قالت لي اهو بيحصل، ولو انت عندك كرامه طلقني. يا نهار اسود على الفجر، مين ابن الصرمه اللي هي بتكلمه ده؟ لسه ما عرفتوش. ما عرفتوش ازاي؟ انت مش تقول لقيت بينهم كلام على الفيس زفت؟ يا اخي البيه مسمي نفسه دبور. شفت؟ دبور بقى ما دبورش هنجيبه. احنا قد ما حدش يعرف يعلم علينا، اللي يفكر يحك معانا يستحمل بقى اذانا. مش لما نعرف مين هو الاول؟ اعرفه، وساعتها عليا الحرام من ديني احفر لك اسمك على وش امه حرف حرف عشان يعرف احنا مين. انا تعبان قوي يا صاحبي، تعبان وحاسس ان الدنيا كلها فوضى. حاسس بيك، اقسم بالله حاسس بيك يا عم. عملت ايه مع بنت الكلب دي؟ اهم ما لحقتش اعمل حاجه، رميت الكلمتين ومشيت. بص يا شادي، انا عارف ان الحوار صعب، بس عشان خاطر لازم نفكر بشويش عشان نعرف نتعامل بس مظبوط. رسيني دماغك فيها ايه؟ انا مش عارف افكر، انا حاسس ان انا انكسرت. انت عارف ان انا طول عمري ماليش في ابويا، ولا حتى هو حاول يقربني، ومن بعد موت امي الله يرحمها وانا ماليش في الدنيا حد، ماليش في الدنيا غيرك انت وانجي، وهي دلوقتي انجي راحت، وانا ماليش غيرك انت يا صاحبي. طلع عروسه عشان نلحق نوصل كده قبل ما سليم واخوك يوصلوا، عشان لو في اي عوالة هتصرف. بصي بقى، انا مش معاك الميرد الا من ساعه ما جبتك هنا، كملي حلو معايا للاخر اكمل حلو معاكي. الشيطان يوزك وتقل عقلك وتعملي اي نمره واحنا في العربيه، ولا حتى بعد ما نوصل مش هتلحقي تروحي بيتكم. فهماني طبعا. يلا مساء الخير يا نسا فريدة. مساء النور. يا ترى ايه بقى الحاجة الخطيرة اللي انت جايبينها عشانها في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. كنا رحنا معاه يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده؟ وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى.
كل واحد أضرب ظروف على رأيك. وبعدين ده معاه ربنا اللي أقوى وأحن عليه من الكل. ربنا يوفقه يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. مللي كمين استهانم؟ مفيش حد عامل لك كمين. بعدين انت بسبت القضية. لما انت عارف ان انا سبت القضية سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع. حتى لو كنت سبت القضية انا لسه راجل امن، وشغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه. بعدين انا جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. اللي معاه دليل براءة يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق، بس الدليل اللي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، لكن ما يخرجنيش بره القضيه. بعدين اسال نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مره واتنين وتلاته؟ مش انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد حتى بعد ما سبت القضيه غصب عنك؟ اسمعني، نزل سلاحك واسمعني. ابوكي فين يا هدى؟ مش هنا. ويا ترى انت لوحدك ولا سايب لك حد من الرجاله اللي كانوا معاه عشان يونسك؟ لم لسانك يا عطيه. كده ماشي. قسما بالله انت ما كان ليك الا ابو مصعب هو اللي يعرف يشكمك. طب يلا انجز بقى بدل ما اهبش فيك. شكلك لوحدك صحيح. حضره النظر هرب وسابك ولا ايه؟ عشان عارف ان احنا عمرنا ما نتعدى على حرمه لوحدها. الشيخ صالح ابو فضه ما يهربش ولا حتى من الموت. هو راح مشوار وسابني عشان عارف ان انا بعشر رجال من عينتك انت واللي معاك. عيل الكلام يا هدى. انا عامل حساب انك حرمه لوحدك صحيح، بس للصبر حدود. فعلا للصبر حدود. فيا ريت بقى تنجز وتقول جاي ليه يا عطيه. طب بلغ ابوك اني ما بتهوش، وان اول ما المهله تخلص بالدقيقه هجيب البيت ده على اللي فيه بالبلدوزر والرجاله، سواء فاضي او مليان. السلام عليكم. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه، عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصد ايه. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني، وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس وتعاملت معاهم كتير، بعرف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضيه عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس انا ما افتكرش ان لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده. ما هو مش لوحده. لطفي ونشأة وحماد وتميم وزناتي ويعلم مين كمان معاهم. انت عايز مني يا سليم، خصوصا انك عارف ان انا سبت القضيه. عايزك تصدقني عشان ما فيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك هتفرق معاك؟ هتفرق. على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد. شادي؟ شادي؟ قوم يا حبيبي تعالى ننام جوه. تعالى. هات ايدك. كويس يا ابني؟ رامي ازيك؟ أنا تامر. على صحتك من النوم ولا إيه؟ لا لا أنا كنت عايزك في موضوع تاني كده مش بخصوص سليم الأنصاري يا رحيم.
حاجة ليها علاقة بالإنترنت وكده. طيب شوف مواعيدك كده ولو ينفع نتقابل. ماشي، بس الموضوع بالنسبة لي مهم يا رامي. ها ماشي يا معلم، استنى تليفونك. شكرا. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. ربنا يا ابني يضلل بستره علينا ويجعل ايده فوق ايدينا ان شاء الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خليها في بالك على طول يا ابني. ربنا يسترها ان شاء الله. يلا بينا نطلع بقى المشوار بتاع ابراهيم. معلش يا ابراهيم عطلناك. لا ولا يهمك سليم بيه، احنا يا دوبك نحصل. اختر ازاي، انا مش عايز اسمع لك صوت. اخوك اتاخر. ده مش كويس لا عشانك ولا عشانه. دلوقتي يجي. ابراهيم لا يمكن يسيبني في المصيبه دي ابدا. طب ركزي معايا كده عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اخوكي بسلامته طلع حويط، وعشان يضمن ان ما لعبش معاه الدنيئه هيدخل هو الاول وراس ليه. احنا بقى نعمل ايه؟ هنطلع احوط منه. اول ما يجوا نشوفهم استخبي انت كده، وانت ابراهيم اول ما يشوفك هيجري عليك وياخدك ويمشي. وبعدين؟ ولا قبلين بقى، هو هيجري عليك ياخدك. وانا مني لسليم الانصاري. مالكش حق عطية تشد عليها بالطريقة دي. ده مهما كان البت برضه دي بت كلب. في ايه؟ انت متغاظ عشان ما اتجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده يا حاج اللي اتغاظ؟ انا ابو مصعب برضه اللي تترمي تحت رجله خير نساء الدنيا وخير حريات الجنة كمان ان شاء الله. ده كان مجرد حل مش اكتر، وهم الخسرانين ان هم مرضيوش بيه. طب افرض المهلة خلصت وهم مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ أبو مصعب إذا قال فعل، قسماً بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهلة تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. وهو إيه اللي هيخليه حتة مقطعة زي دي كده مقطعة يا إبراهيم؟ ما تشغليش بالك بقى، أنا قلت له يعمل إيه بالظبط؟ هيفهموا إن هنا مكان يجي يستخبي فيه هما الاتنين، ولازم يجي عينه. سلام، هما مستخبيين فين دلوقتي؟ وأنا شعرفني دلوقتي أنت بترط كتير ليه؟ ما تستني ولما يجوا هتعرفي كل حاجة. ابراهيم اهو. نوره، حلق نوره، حلق ابراهيم.